الدنيا سرداء جلت محاملهم جلت محاملهم جلت محاملهم جلت الله يوفقهم الله يوفقهم عيال الدهور وعيال احتقت للخير عيال تغوص الهير وعيال احتقت للخير قد للخير كل على باله ضي البحر يا طير وسبقت كل عام دوحة تبرزها تكبر مع الأيام ونشوف فايزها واللي يبي الشوفاش يطمر من الفنان لحن فنان سنيار قطري سنيار سردال وبحار جلت محاملهم الله يساعدهم عيال تغوص الهير وعيال حدقت للخير كل على فاله طي البحر طي البحر يا طير مسابقة كل عام الدوحة تبرزها تكبر مع الأيام ونشوف فايزها واللي يبي النوماس يطمر من الفنة ورد لنا بقماش قواصنا شوباش حداقنا حداق ياب السنة جابه خير من الرزاق شرع له أبوابه كفو كفو يا عيال غوصوا بحر يا مال واللي تبنى الفكرة أحيا تراث أجيال. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في أولى تغطيتنا الخاصة لمسابقة الغوص والحداق سنيار على سيف سيلين. أكبر تظاهرة حقيقة شفت في حياتي، يمكن لأول مرة أشوف هذه التظاهرة البحرية على مش على مستوى قطر أو مستوى الخليج، ربما على مستوى العالم العربي كامل. السنيار مكون من حوالي 60 محمل، 60 محمل قطري يتواجدون الآن ورانا، ناس تحدق وناس تغوص الهير في أكبر مسابقة
يمكن في تاريخ المنطقة. 60 محمل سنيار، السنيار طبعا تطلق على مجموعة السفن، ودائما السنيار يكون في المقدمة هو الدليل. يعني 60 محمل الآن، حد منهم يغوص وحد منهم يحدق، كلهم نقوة عيال قطر. يعني تقريبا كل القبائل القطرية موجودة خلال هذه الاحتفالية أو خلال هذه المسابقة. حوالي 900 شخص الآن موجودين ما بين اللي في البحر واللي موجودين الآن على السيف. الكادر الموجود الآن أكثر من 250 شخص الآن. ست فرق هذه فقط للتحكيم، فقط للتحكيم. طبعا كل فئات المجتمع مثل ما قلت لكم موجودة، كل القبائل القطرية ما غاب منها قايب. طبعا هي مسابقة تراثية لإحياء تراث الآباء والأجداد. طبعا في هذه المسابقة هذه كلها فردية، لم تتدخل أي شركة من الشركات في هذه المسابقة ما بين غيص وبين سيب. ويقول شاعر كويتي اسمه فهد السعيد، يقول يلي تسألون منه أنا قطري الهوى، وكل يفسر على كيفه معاني الهوى، القلب ما ينعذل مخصوص لا من هوى، أهوى بحرها وهو برها وهو، وهو شمال قطر وجنوبها وهو، وين ما توجهت تلقاني بعد أهوى في الدوحة العاصمة شربت كاس الهوى. عدد اللجان طبعا التحليل الموجودة 6 لجان، 6 محامل غوص، وتحدها 11 محمل وسمبو. أيضا حقيقة ودي أوجه شكر للي ساهموا في إنجاح هذه المسابقة، الشكر طبعا لدرع الوطن، وزارة الداخلية، خفر السواحل، وزارة البيئة، المكتب الهندسي الخاص، الأرصاد البحرية، وأيضا شركة أريدو. الآن عندي مجموعة من الضيوف، وأبتدي طبعا معاي نوخذة فتح الخير، حسن الكعبي الله يمسيك بالخير. مساك الله بالخير. وعندي أصغر حداد، أصغر بحار من الوكرة، أنت قول لي اسمك، شو اسمك؟ عبد العزيز بن حمد العبيدلي. ونعم مالك زود. أنت أصغر حداد في هذه المسابقة في السنيور. شو اسم محملكم؟ العبيدلي. محملكم اسمه العبيدلي، كم نفر أنتوا فيه بقى؟ احنا 11 شخص. حدقتوا اليوم؟ ايه. الساعة كم حدقتوا؟ الساعة 4 مشينا من البندر. من بندر الوكرة؟ لا، من بندر فش الحديد عشان حديد. فش الحديد، يا اقصد فش الحديد. إيه؟ الساعة 4 الصبح. ايه. والساعة كم حدقتوا؟ وصلنا لمحدق الساعة 4:30. 4:30؟ ايه. الصبح؟ ايه، كان لان قريب من المحدق، كان قريب من البندر. زين. وتوفقنا بشعري وسولي، ضربنا بعد ضربوا علينا شموم. انت يبش صدت؟ ها، صدت شعري وصدت سولي، صدت بعد جش بخيط الشب. بس بخيوط تحدقون ولا؟ اي، وبعد عندنا اللفاح. لفحتوا اليوم؟ اي لفحنا. زين، انت كأصغر متسابق يبا، قول لي من علمك؟ ابوي. ابوك حب البحر؟ اي. ومتى انت تحدق؟ زمان تقريبا. لما كم عمرك يبا انت الحين؟ كم عمرك؟ انا عمري الحين 10. في اي صف؟ صف رابع. ناجح؟ ايه. الله يوفقك. ياتكم لجنة التحكيم اليوم؟ ايه ياتنا. سوت لكم لجنة التحكيم؟ ياتنا عطتنا سلمة، عشان اتفقنا عشان الحكم على موجة 66 العلم الأحمر،
بس. يبا شنو هي السمك المقبوله عند الحكام والسمك الغير مقبوله؟ البالول طبعا غير مقبول لان سمك صغير ولو قطيته يعني يكبر بالبحر. وهذه تردونه حي؟ اي انهدى حي على طول اول ما تصيدونه. اي انهدى تردونه. اي زين، اذا السمك اللي هم يبونها منكم شنو هي؟ كم مثلا طولها، كم عرضها، شيء؟ هم عطونا مسطره عشان ايه عشان نقيس السمك اللي يصلح واللي ما يصلح. اللي يصلح واللي ما يصلح. ايه والسمك اللي بالمسطره اللي شوي كبار نحطهم حق خيط المحايا. العام انت العام بشارك؟ ايه شارك. ايش حصلت العام؟ شو اي مركز وصلت العام؟ الثالث. ما شاء الله الثالث. وسنه تتوقع ان شاء الله؟ ان شاء الله الاول. قول امين. امين. قول امين. امين. الله يوفقك. ايضا معاي النوخذة علي الصليطي. طبعا نوخذة انت شارك صح؟ يا مرحبا. يا نعم الله يحييك. اليوم انتو الحين عندي كلكم هالحدوق. اي نعم كلكم هالحدوق. انت نوخذة شارك. نعم. الساعة كم تحركتوا من البندر اليوم؟ اي الساعة 4 الفجر. يزواك جاي؟ نعم يزواي 9 وانا ناخذ 10. زين، وفي محدق معين انتو؟ احنا والله لان العام شاركنا وبرمجنا الاحداثيات كلها حق مال العام. زين العام توافقنا فيها لكن السنه سبحان الله ما في شيء. والله شيء والله وغيرنا يعني ما ادري. حسب المايه يعني حسب اول ما حدقتوا احنا هنا الاحداثيات اللي حطيناها العام. زين زين سبحان الله يعني ما توقعنا يعني ما صدنا شيء ابدا. لا يعني صدنا خفيف شوي يعني كأنك قطع في نقعه. ايوه نقعه. ها يعني تبطي العام ما شاء الله يعني اول يوم 200 وشي كيلو. 200 الحين ما نتوقع يعني كم كيلو توقع اليوم؟ من 100 ما نتوقع اليوم. كم؟ 100 وانزل كذي 100 كيلو. اي 100 كيلو هينه العام 200 وشي اول يوم. اول يوم زي يمكن بكره تجيبوا 300 ان شاء الله. زين اسمشتكم لليوم صدتوها شنو هي؟ والله كلها شمو اكثر شيء. الشموه مقبولة؟ مقبولة. شموه الشعري كل شيء. لا بس أكثر سمكتكم شموه؟ شموه. هاي الشموه أكثر شيء هني الصوب سلين كله شموه يعني. كله شموه. هاي على الهنود هاي غرامهم ها؟ إيه. غرام الهنود. بس شو نسوي؟ طيب لجنة يأخذونها. يزواك كم؟ 9. 9. 9 ومختارين. منهم من يزواك؟ والله 3 من هالوكرة من هالينوب اللي هم هالمنطقة هذه يعني اللي هي معروفة عندهم. إيه. وانا موكل واحد يعني مقدم كلهم مسلطه كلهم مسلطه. لا عندنا بدر مخاطر ابو عنيم الوكره. زين هذه انا مسلمه. ايه ما عاد الخيط ولا الخيار معطى لانه هو منطقته هاي. ايه ينوب تعرف هالوكره يعني معروف. ايه يعرفون. ايه يعرفون. زين واثنين من ربعه واحد عبيد لي والثاني من والله بعد الحين توني ما اعرف اسمه لانه جديد محمد تقريبا محمد. وتقول مالك ما صدتوا الا حوالي 100 كيلو تقريبا. 100 كيلو واكثرها كلها شو اسمه؟ شمو؟ كلها شمو وضلعه بس ما شاء الله عوده يعني. الضلعه زينه. ايه نروح حق ناخذ الزباره. يا اهل الزباره ناصر الملحم شلونك؟ الله يطول عمرك. ارفع الميكروفون. الله يطول عمرك يخليك. قول لي شلون سويته؟ والله اليوم مثل ما قال لك اخوي ان احنا صدق المحادق اختلفت عن العام والسمك لكن احنا شوي ضيعنا وقتنا في اللفاح توفقنا الحمد لله شوي. ورحنا حق محادقنا اللي احنا جيناها العام صدنا فيها توفقنا فيها العام يعني قليل سمكته لكن يعني شو السبب؟ شو السبب ناصر؟ شو السبب؟ والله شوف كل وقت يفرق عن وقته. السنه البحر شوي للحين بارد اي والشعري قابض بعضه ما طاح حبله واليمه قابض حبله واللي توه تايح حبله توا خلاص مو شهيت على الاكل قليله فتجيك السمكه هاي السمكه اللي الناس ما ترغبها اللي والشم واللزاق والضلعه يعني فهو هي في النهايه هي في النهايه مسابقه السمكه سمكه نعم سواء كانت شم ولا هامور نعم ولا نعم شعري ولا كان زين في اللفاح صدتوا؟ والله صدنا كان عاد وصدنا جدود ضلع صدنا ايه هاي كان عاد ما صدتوا؟ صدنا كم كان عاد؟ كم كان عاد؟ تقعد خباط كان لا أكبر من خبر أكبر من خبر أكبر من خبر. ناصر نبيك تقول لنا شنو اللفاح؟ والله على أساس المشاهد أيضا يستفيد. شوف اللفاح
في انواع اللفاح. اللفاح فيه اللي هو الدرية، وفي الدرية هي الاولية قديمة. القديمة كانت عبارة عن قفشة مدار في مثل مثل قطعة مثل القفشة، يسمونها القفشة. القفشة. إيه الأول كانوا يسحبونها بالسيم. ليش؟ عشان ينزلونها بحر. الحين تخبر تقدم العلم. صحيح. قام يصنعون سمك كان مثل عوم. هاي مسموح لكم في المسابقة. إيه مسموح. إيه مثل عوم مثل الجد ومثل هذا، وبعدين يحطون لها مثل البوز. مثل قطعة البلاستيك وتنزلها على حسب، حتى تلقى مكتوب العمق اللي تبغيه. يعني في بعضها تبي تنفح في 20 متر، تبي تنفح في 12 متر، تبي تنفح في أقزر. فلو الأول تحط لها بلد وتحط لها سيم وحبال عشان تنزلها. الحين اللي تبغى العمق اللي تبغيه تقدر تنزلها على حسب نوعية السمك. وبعدين في أنواع، النوع اللي قلت لك إياه، وفي أنواع اللي السمك الحي تخبر يسيمون جدود، يسيمون جيش، يربطون حلجة عشان الجر، يحطون لها ميادير ويحطون لها بلود يعني، ويرونها بطريقة يعني بسرعة معينة. محمد الله يمسيك بالخير. مسيك بالنور والسرور يا أبو مشعل. طبعا محمد السادة واحد من المنظمين. نعم. في مهرجان سنيار العام وأولة العام. نعم. والسنة. نعم. بس خلنا نشوفك في التغرير وعقب نرجع لك إن شاء الله. مسابقة سنيار عبارة عن مسابقة غوص للولو واصطياد السمك. هي كل سنة، الحين هاي ثالث سنة لها الحين المسابقة، وما شاء الله كل سنة فيها اصطياد. يعني أول سنة كانت تقريبا 17 محمل، هالسنة 58 محمل، مجموع 580 بحار. المسابقة بتبتدي إن شاء الله من بعد صلاة الفجر. أول ما يأذن الفجر ممكن المتسابق أن يدش المسابقة على طول، وتنتهي إن شاء الله بعد صلاة المغرب. يعني تقريبا نتكلم عن 12 ساعة تقريبا متواصلة. محمد، أنت كونك واحد من المنظمين ونشط في هذا الموضوع، محمد أنا قريت يعني شروط المسابقة. نعم. أبي كنت توضح لنا، يعني كونك متخصص توضح لنا طريقة المسابقة. والله يا أبو مشعل، ليش؟ لأن 59 فريق، صح؟ نعم. 59 فريق يعني أعداد ضخمة. صحيح. يعني أنا انذهلت من 59 فريق. أيوة. 60 محمل. أي نعم. يعني سنيار غير طبيعي. صحيح. ولا أشك إن أيام الغوص وصل هذا العدد أبداً، حتى على مستوى دول الخليج. صحيح. ها يوصل أزيد؟ ها أيام الغوص. هاي ندر. خليج كله عندنا. تفضل. والله يا أبو مشعل، يعني الصراحة اللي ساعد البطولة إن ما شاء الله هالقطر عارفين البحر صراحة. يعني ما تقدر تجيب واحد مو بشغلته مثلاً هالبر وتجيب البحر، ما شاء الله هم اللي موجودين كلهم سابقين من هالبحر. وطبعا بفضل رب العالمين وفضل اللجنة، يعني الحمد لله البطولة كل سنة في ازدياد. يعني هاي ثالث سنة لها، من أول سنة 17 محمل، ثاني سنة 23 محمل أو 24 محمل تقريبا، هالسنة 59 محمل. 60. إيه يعني الدبل، أكثر من الدبل. أحمد الهتمي. إيه نعم. 60 محمل. إيه نعم. يعني عدد كبير، 59 فريق. يعني هاي تبي حتى لجنة التحكيم يعني بيكون عليها رك. اي والله بيض الله وجههم صراحة لجنة التحكيم. منظمين سنة يعني يحسن. اي نعم. الشروط يعني ما مو بذاك الزود يعني من الشروط الصعبة. يعني طبعا حددنا لهم وقت من بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. عندهم فترة ومحددين لهم موقع. طول الموقع وعرضه محمد. والله يعني هو الموقع من فشت الحديد لين
نعم. ما اقدر احرج كلب. اي نعم. نروح بس حق الاذان، اذان العشاء ونرجع نكمل ان شاء الله. ان شاء الله. سنيارك طري سنيار سردال وبحار جلت يقول الشاعر العنجري اللي في البر وأهل القراية كل نعطاه الله من هبة الريح. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من سيف سيلين في سنيار اقطري سنيار. وارد وكمل مع محمد السادة. كمل يا محمد. والله المساحة تقريبا 30 × 20 كيلومتر مساحة عودة ما شاء الله. تقدر تقول من شماليها فشت العلاج عند بوية الملف، ومن شرقيها فشت الحديد، وطبعا من جبلة سيف سيلين، وينوبيها وينوبيها عند مدخل العديد. زين محمد، هاي المساحة اي نعم هي للحداقة وللغاصة. اي نعم الاثنين. فرق الغوص كم فرقة؟ فرق الغوص ستة. ست فرق؟ اي نعم فرق الغوص. غوص هذه إيه نعم. بس شغلهم غوص. غوص بس. هديين الحين ويانا. اي نعم. والفطام بعد. والفطام موجود. زين نفلق عقب البرنامج. اي نفلق ليش لا؟ نفلق ان شاء الله، والدانت ان شاء الله تكون لك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ليش لا؟ بس ما ظنيتي في دانة، في دانة تقول؟ ان شاء الله. ليش؟ توافي؟ توفيق من رب العالمين. في نفس المكان محمد قلت لي. نعم في نفس المكان، بس طبعا هو والمكان فيه هيرات. يعني إدامهم انتم الشباب يعطونهم إدامهم على الغوص؟ لا هم مسموح لهم ان يحدقون للودام، يعني حق عشاهم غداهم مسموح لهم. طبعا هم يستغلون اللفاح. طبعا تعرف من حركتهم من الفش. شو المسموح الحين؟ اللفاح والحداق بس ولا؟ اللفاح والحداق بس حق هالسمك. حق المنشيل ما يستخدمونها؟ لا 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 قراقير لا غزول. حياه ام حياه طبعا تعتبر يعني من الخيوط. شنو حياه عاد علمني؟ الام حياه طبعا سمكه حيه وتكون صغيره جش شعري صغير. زين يحطون لها معاضي ولا يحطون لها ميادير كبار ويقطونها، يخلون السمكه طبعا تنزف شوي من الدم اساس ان السمكه العوده تشم ريحتها ولا تاخذ وتي عليها. شو سمكه الحياه سمكتها شنو؟ اكثر شيء طبعا الهوامير. هوامير اي نعم، والعالم دور هوامير عشان الاوزان. والشنعده طبعا، بس اللي هو الاكثر يعني حق الفشوت هاي الهوامير. ناصر انا من ساعه قطعت كلامك. نعم. عندك الميكروفون قول انت اليوم، تقول انت اليوم زابي عليهم لانك انت اكثر واحد صوت. لا لا انا ما اقول اكثر ولا ما بس توفقت الحمد لله. ارفع الميكروفون ناصر. لا قلت توفقت الحمد لله. بعد هالزباره ما نقدر عليك من الشمال انتم. ما يندرى هاي اول يوم يعني العام. كم كيلو اليوم تغريب؟ يعني فوق ال 150 الحمد لله. 150 كيلو الحمد لله. يبا انتم كم كيلو جبتوا؟ ارفع الميكروفون يبا. تقريبا 150 150 تقريبا.
ان شاء الله انت الاول. زين زين. طبعا اقول لك اول يوم ما ترى مو شرط انك تفوز يعني احنا لا ما عليه ما عليه بس العام يعني يعطيك احنا باور انك بكره بتكون احسن. ابو مشعل العام المعنويات العام كانت المسابقه كيف السنه ترى تغير العام كانت محار وصيد انت تقدر تشارك في المحار والصيد وشارك في الصيد فكنا شلون ترتيبنا نروح نقوص اول شيء الصبح نحدق ونلفح شوي ونروح نقوص لين تحمي الماي علينا نرد الحداق. احنا العام اول يوم عندنا 300 وشيء كيلو ولا وبعد بس ثبت الميكروفون ثبت زين 300 يا ما عليك من الشمال ما عليك زين سوق شفر 56 زين اقول لك 300 و 350 كيلو اول يوم حتى يعني الربع اللي حدقوا يمكن 3-4 لو حادقين كلهم كان يعني يعني يبنى يزواك منهم يزواي والله تشبسه بعينين مهانده معك مهانده زين معي خادم خليفه مهندي من الخيره ناخذه خالدي اي خالدي ومعي سعيد بن فضل البعينين ومعاي تخبر التشبسه عبد العزيز بن غانم وسعد بن غانم وعبد الله بن غانم مشعل بن سعد واحمد الله بن سعد الله يوفقكم يا الشمال انا بعد قلبي ثرى وياكم الله يرحم قلبي قلبا وغلبا لا صليت معك لا صليت معك معك والله معك لا يحقني لا والله معك ما يصير مشعل يا اخي هاي باي ما يصير يا اخي ليش ما يصير شلون بس انه عشان هل الخيره الاغرب هنا ولا بالمعروف انه خذه مرحبا حسن يلا حي انت نوخذ فتح الخير نعم انتوا الان في فتح الخير شنو مهمتكم والله مهمتنا احنا فتح الخير مشينا قبل مهرجان سنيار قبلهم بيوم واحد علشان نحط لهم المواقع اللي كل فريق بيكونون مع بعض فحطينا لهم 6 مواقع تقريبا حق المحام اللي هي 60 محمل كل فريق طبعا له لون في لون ابيض في لون اصفر في لون اخضر في لون احمر في 60 لون لا حق كل 10 محامل لهم حق كل 10 حق كل 10 محامل لهم لون واحد زين فهذه الالوان هذه هم يعرفون خلاص هم عارفين شنو اللون يعني مثلا العشرة ذولي شنو لونهم اصفر العشرة ذولي اوتوماتيكيا يروحون حق اللون الاصفر اللي هي البوي الصفرة ويقطون عندها باورة هناك اللون الاخضر ايون باورة ولا سن لا باورة واللي يقطون المفروض هالغوص يقطون سن سن بعض الاحيان يعني الحين كله باورة يعني ما يعني السن يستخدم الحين قليل يعني اكو وراك مو مشعل هناك السن هذا هو السن شنو هو شنو وراي السن السن ايه السن اشوفه تفضل حسن فالسن مثل ما تقول يقطونه في على الفشت لكن ما يقطونه في المكانات مثلا الرمليه وال زين هل اللي حتقول تحددون يعني كل فريق تحددون له موقع معين ولا بكيفه هو لا هو بكيفه ايه هو بكيف احنا نحدد له مكان ما يوقف هو يا ربعه يعني العشرة العشر محامل كلن يوقف في مكان ليش عشان ما تصير خربطه بينهم بين المحامل بين المحامل 60 محمل اي نعم ان شاء الله يعني فخلاص هم كلن عارف الفريق كلن عارف اللون اللي الحين يبندرون وين هني في شو اسمه يبندرون في فشت الحديد والفشت الحديد يشيل هالمحامل دي 60 يشيل ازيد بعد نعم زين اخترنا فشت الحديد سبحان الله اللي بنكشت فيها ان شاء الله فشت الحديد اخترناه مثل ما تقول سبحان الله يدور هوا شمال ولا حاجه يعني او مطار ولا تعرف هالايام سريات فاخترنا فشت الحديد هناك امن لهم مع الله يعني لكن اللي بيظهر عن الحد طبعا هاي ما ينحسب من الموقع انا اقصد نعم الحين هم في موقع معين نعم كل المحامل تقريبا كل نعم لو طلع غير مسموح له غير مسموح له بس في هالمنطقه في هالمنطقه يعني يقط باورة في هالمنطقه الين ثاني يوم تبتدي المشاركه خلاص ينطلقون الساعه 4 كل من مكانه ومع اذان المغرب خلاص مع اذان المغرب خلاص طبعا مع المراقبه طبعا في حكام موجودين بتكلم انا عن الحكام بتكلم عن الحكام زين السليطي ايوه يا جواك انت الحين نعم
تقول اليوم ما ساعدوك يعني في 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 عمليه الحداق ولا؟ لا ما شاء الله ما قصروا. ما قصروا؟ ما قصروا صراحه في الله. زين وش رايك في لجنه التحكيم ياتكم؟ ايه زين ياتكم لجنه التحكيم شو تسوي؟ ياتنا امس بالليل. ايه امس الليل ما عندكم شيء؟ لا عشان التفتيش. اي التفتيش. يمكن تهربون شيء. لا لا في حكم، في حكم وياك. يعني لا لا قصدي يعني اول يوم. اي حكم ركب وياك. لا لا قصدي اول بدايه. اول بدايه يعني البدايه اللجنه تفتش طبعا. تفتش كل مكان، ثلاجات وثلاجات. بعد حتى كان عدل امس صدناها قالوا لنا لازم تقصونها. قصيناها على اساس ما ادش ما ادش في الوزن. زين وياه اليوم وزنوا لكم؟ لا بعد ان شاء الله. يعني خلصوا 6 ونص ليوصلون يبغي لهم بعد ساعة تقريبا. نعم لو وصلوا هناك يجنون. في محامل يعني شوي يوزن محامل سريع وفي محامل شوي ينظرون هناك. بس اللجنة زين يعني السنة هذه. انت محمل لك شو اسمه شارك؟ كل شو اسمه الشاهين. شاهين ايه. بس الفريق اسمه شارك المحمل لك؟ لا حق سعيد الخميس سليطي. ونعم حق سعيد؟ اي سعيد معاك ولا ما معاك؟ سعيد معاي. يح سعيد هو اللي صاد والله؟ اي نعم هو اكثر شيء. نعم بس شمو هذا؟ شمو؟ انت مساعد قلت لي عن فتح الخير، ايش مشكلتك مع فتح الخير؟ والله فتح الخير بصراحه احنا اول ما ابتدينا رحنا فيه الرحله حول دول الخليج. صحيح. بصراحه انا يعني على كثر خبرتي في البحر، طبعا انا 35 في البحر، 35 سنه في البحر، اول محمل في حياتي اركب محمل مثل فتح الخير بصراحه، يعني من شكل من ممشاه في البحر في الموي من ركات، يعني بصراحة أول محمل أركبه مثل فتح الخير. فأنا صراحة أشكر هيئة متاحف قطر بدعمنا يعني بالمحمل فتح الخير، لكن محمل فتح الخير الحين عمره تقريبا في 35 سنة. هو تقريبا 81 تقريبا دشن في 1981. الله يغفر له سعيد البديد. نعم البديد. سعيد البديد. نعم, نعم. واللي يعني بصراحة يبغي له صيانة، إعادة صيانة من جديد. يعني إحنا لما رحنا في المحمل هذا كل دول مجلس التعاون كل الناس اتي طالع شكل المحمل هذا شلون شكله، شكله حلو وشكله قديم جدا طبعا. زين فكل من يجي يسأل إيش هالمحمل هذه، فإحنا طبعًا إحنا نشرح لهم بالنسبة عن المحمل. فأحث يعني هيئة متاحف قطر أنها تقوم بتجديده من جديد إن شاء الله. يبغاها بتفوز بمثل إن شاء الله. إن شاء الله. قلت كم كيلو جبتوا اليوم؟ 150 تقريبًا. أبوك الحين في المحمل هناك؟ إيه. أنت وياك؟ ليلة بتبات انت في شو اسمه في الفشت؟ فشت الحديد؟ ايه. زين يبقى انت طموحك في المستقبل شنو؟ ناخذ ان شاء الله. من الحين تفكر تكون ناخذه؟ ان شاء الله. الله يوفقك. ان شاء الله نصفق لك يوم السبت في كتارة. انك انت الاول. ان شاء الله. يا جماعة حد يبي يقول شيء؟ حد يبي يقول شيء؟ والله نبقي نشكر يعني صراحة على اللي قامين على تفضل اللي أكبر طبعا. لا أبو رديد تعال من أكبر أنت ولا هو مساعة كل ساعة ونخذني أنا بتنازل أنا الأكبر عنه. زين وأنت الأصغر يلا قول شو عندك. أنا أحب يعني أشكر اللي قايمين على هالمشروع أو هذا السنيار الكبير مثل ما قلت، يعني اللي صراحة يشرف صراحة ويشرف يعني. لا تكلمت مع بحاحير الخليج يعني اللي يجونا يزورونا وقلنا لهم يعني يستغربون يعني من الاهتمام، يعني اللي ما صار ولا استوى صراحة. وأشكر عليه طبعا القائمين عليه طبعا من الحي الثقافي تمثل في أحمد الهتمي طبعا، وأشكر القائمين على كله من الحكام ومن جهات الدولة كلها. ما عندكم ملاحظات على الحكام شيء؟ والله صراحة شوف أنا أقول لك يعني بعبد الله مكتبه مفتوح حق كل النواخذة، وكل سنة يعني فاجأنا صراحة، يفاجأنا بالتطور. يعني السنة على ما قال لك أبو عيسى عن التوزيع 60 محمل، يعني إحنا يوم قلنا 60 محمل قلنا شلون بيسيطرون صراحة، شلون بيسيطرون، لكن يوم شفنا الطريقة والتخطيط يعني صراحة يعني الله يجزيهم خير يعني.
وزي المسؤولين كلهم يعني. هذا صيد عندك شيء بقى؟ والله ابدا، بس امس يوم شفنا المحامل وهذه استانسنا يعني فشت الحديد. كنت بقول لك انت اليوم ما احس، ما انا شوي فيني مصاب الله. مصاب مصاب الساعه 4 والله ما قايلت نص ساعه بس. مسموح لكم تقيلون بعد؟ بعد تسوي يعني نريحهم شوي اليزوة نوخذ ما يقيلون. احب تردون ال احب رد شو اسمه البند النر تردون من الساعه 4 باكر بعد الفجر توكل الله. الحين من الحين رقاد شو عشاكم الليله؟ والله الليله همبرجر. افا افا باحين عاد احنا باحين، لكن اللي عندنا منو بيسوي؟ ابراهيم الانصاري تعرفين. ابراهيم الانصاري بيسوي؟ لا ما يحتاج. أه؟ لا 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 انا شفت عشاهم اليوم. شنو عشاهم؟ عشاهم سمك. والله ما يبتون لنا، قاعدين على سيف انت وياكم بجيني. لا ان شاء الله باكر. محمد وين يبا؟ ان شاء الله. امس تقول لي العشاك بارد. العب الوزن وشويلك. شويه طفات الضوء ولا شويه؟ ان شاء الله عليك. ان شاء الله ان شاء الله بينحط السمك. بيض الله وجهكم. جزاكم الله خير. فاصل أعزائي المشاهدين ونتابع معاكم برنامج سنيار. سنيار اقطري سنيار، سردال وبحار جلت محار جلت محاملهم جلت محاملهم جلت الله يوفقهم الله يوفقهم. عيال تغوص الهير وعيال احدقت للخير وعيال احدقت للخير كل على فله طي البحر يا طير وسبقت كل عام دوحة تبرزها تكبر مع الأيام ونشوف فايزها غواصنا شوبه